بالنيابة عن نفسي وعن مجموعة بيس جروب أحب أهنيكم بحلول العام الجديد، واستغل الفرصة دي عشان أتوجه بالشكر لعملائنا الكرام لدعمهم لينا على مدار السنين. سنة 2019 كانت سنة مميزة جدا بالنسبة لنا، لأنه تم فيها إطلاق أول مختبر في الشرق الأوسط لإعداد وتطوير القادة باستخدام تقنية الواقع الافتراضي، وده إلى جانب طبعاً إطلاق مجموعة كبيرة وحديثة من مسيرات التعلم المتعددة الوسائل واللي بتخاطب المهارات الأساسية للقادة في القرن 21 بالتماشي طبعاً مع أحدث الأبحاث والممارسات. وإحنا بنخبط على أبواب 2020 بنتطلع لاستدامة الشراكة الناجحة بيننا وبين عملائنا من كافة القطاعات، وده طبعاً عشان نحقق رسالتنا في تعزيز النمو والتطوير القيادي للأفراد كل يوم. أطيب التهاني والأمنيات للجميع بسنة مليئة بالسعادة والنجاح إن شاء الله.